رجعت لنا الدكتوره نجوى الشافعي. اهلا دكتورتنا، ازاي حضرتك؟ اهلا يا استاذ عمرو، مساء الخير. ايه رايك في... ايوه يا فندم احنا سامعينك. ايه رايك في هذا الامر يا فندم، واللي هو وضع يعني ضوابط للفيزيتا بتاعه الدكتور؟ شوف حضرتك يا استاذ عمرو، دلوقتي الوضع الموضوع ده الحقيقه الموضوع ده له شقين. الشق الأول إن ممارسة الطب في العيادة أو في المستشفى بتندرج نحو المهن الحرة، يعني ضرائبيا لما بسميها أو النشاط التجاري لما بسميه ده مهن حرة، له متطلبات وله عوامل لوجستية لازم توفى، يعني من توفير مكان لممارسة الطب سواء إذا كان عيادة أو مستشفى، مع ما هو معروف من بعض المبالغات في الأسعار سواء إذا كانت تبقى تمليك أو إيجار حسب المنطقة أو الحي اللي هي موجودة فيه. ده أول هام. تجهيز هذه الأماكن برضو بيخضع لسعر السوق، يعني أنا دلوقتي لما بأجر المكان عشان أشتغل عيادة أو مستشفى أو بجهزه بسعر السوق، ما بجهزوش بمقاييس تانية. لما بجيب انا الصف اللي بشتغل معايا سواء كان عمال او موظفين او مساعدين او فنيين، برضو بضطر اعملهم بمعامله السوق. فاذا اشمعنى هو العنصر الوحيد اللي انتم عايزين يعني تحجموه او تتدخلوا فيه هو العنصر البشري اللي هو يعتبر يعني راس المنظومه في هذه الحاله؟ يعني اي مشكله اي يعني الفريق ده كله ممكن يتغيب والحته دي كلها ممكن تتغيب الا العنصر الطبيب، ان هو اللي بيشغل هذه المنظومه كلها. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، الطبيب ده انسان تعب وسهر وخد دبلومات وضحى بوقته وضحى بمتعته او سهره وحصل على مثلا شهادات مختلفه ودخل في دورات مختلفه، وكثير جدا من الاطباء النهارده لا يكتفي بالدراسات المحليه بل بالعكس بتلاقي واخد زمالات اجنبيه وبيلتحق بدورات تدريبيه خارجيه. اذا خبرته اللي تتراكم عبر الدراسه وعبر الممارسه لا يمكن حد يقدر يقدرها، يعني هو الوحيد اللي يقدر يقول لك انا والله يعني انا اعتقد اني مجهودي يساوي كذا. كمان بقول في اخصائي مثلا زي ما بقاله سنتين ثلاثه، وفي اخصائي بيشتغل بقاله 5 6 7 8 سنين. المهنه دي بالذات تراكم السنين فيها بيؤدي الى تراكم الخبره، والخبره اكتر واحد بيحسها ويقدرها هو المريض نفسه، لان لما الطبيب بتتراكم لديه الخبره بيقدر يشخص بسرعه، بيقدر يعالج صح، ما بيدوخش المريض من دكتور للتاني عشان يعرف هو عنده ايه، وبيديله المطلوب. يبقى اذا الطبيب هو اللي بيحدد هي خبرته دي تساوي ايه.